حلقة جديدة من برنامج المشهد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. هدوء نسبي، هدوء حذر، هكذا يتم وصف الأوضاع في ليبيا بعد اشتباكات عنيفة ليل الجمعة والسبت. اشتباكات هي الأعنف وهي الأسوأ خلال العامين الماضيين في ليبيا. أدت هذه الاشتباكات إلى سقوط ضحايا من المدنيين يقدر ب 32 شخصا وإصابة 159، إضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وإلحاق الضرر بالمرافق المختلفة ومن بينها أيضا المستشفيات. وتأتي هذه الاشتباكات على خلفية أو في خضم خلافات سياسية بين رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي بشغة، وسط تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الاشتباكات أو تحريض هذه الميليشيات المسلحة. ردود أفعال تدعو إلى التهدئة، إلى وقف هذا العنف، إلى العودة إلى التفاوض بين الأطراف المختلفة للوصول إلى حل سلمي. وبالطبع من أبرز هذه الدعوات دعوة مصر للأطراف في ليبيا إلى التوقف عن العنف وأيضا تغليب لغة الحوار وعدم الاستمرار في التصعيد، الدعوة إلى وقف العنف حقنا للدماء، وهذا ما عبر عنه بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم. أيضا هناك دعوات لوقف العنف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأيضا الجامعة العربية سفير أحمد أبو الغيط، يدعو إلى وقف العنف في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار والتوافق لخروج ليبيا من هذا المأزق المستمر والمتصاعد في اليومين الأخيرين. نظرة على المشهد الليبي وإلى أين يتجه في ظل هذه التطورات، كل هذا ما نستعرضه في حوارنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الغني دياب، مدير وحدة الدراسات بمركز العرب. أستاذ عبد الغني، أهلا بحضرتك معنا في برنامج المشهد. أهلا بحضرتك أستاذ مشاهدين. تقرير فيه كمان بعض التفاصيل وبنرجع نبتدي الحوار مع حضرتك. الهدوء يسود العاصمة الليبية بعد يوم من أسوأ قتال هناك منذ عامين، أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، فضلا عن تدمير ممتلكات عامة وخاصة، بينما أخفقت القوات المتحالفة مع إدارة يدعمها البرلمان في طرد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. القتال أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في ليبيا بسبب المواجهة السياسية بين رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وفتح بشأغة الذي يسعى لتنصيب حكومة جديدة في العاصمة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الأطراف الليبية على إجراء حوار حقيقي للخروج من المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل الخلافات. كما أبدت المنظمة الأممية استعدادها لبذل المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تهدد بشكل متزايد الاستقرار في ليبيا. من جانب آخر، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية في ليبيا خاصة المستشفيات. كما عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في طرابلس، داعيا إلى الحوار وعدم استخدام السلاح، مطالبا جميع الأطراف الليبية بتحمل المسؤولية مع تدهور الأوضاع في البلاد. من جانبه، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح محادثات مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين المجلسين، تناولت دفع المصاري الدستوري لحل الأزمة وسبل الوصول إلى تحقيق توافق ليبي ينهي المرحلة الراهنة من الانقسامات وصولا إلى تحقيق الاستقرار. أهلا بحضرتك.
حضراتكم مره ثانيه مشاهدينا، بنبدا حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو استاذ عبد الغني دياب، مدير وحده دراسات بمركز العرب. استاذ عبد الغني، يعني كما تابعنا الحقيقه اشتباكات عنيفه وداميه في الجمعه وايضا وصلت ذروتها يوم السبت، بدايه يعني دعنا نلقي نظره اكثر عمقا على تفاصيل المشهد في ليبيا في ظل هذه التطورات، من هي وما هي اطراف هذا الصراع، اسباب حدوث هذه الاشتباكات، وهل من الممكن بعد هدوئها الحذر نسبيا ان تتجدد مره اخرى؟ يعني نبدا من اخر نقطه في السؤال، وهو ان هذه الاجواء قابله للاشتعال مره اخرى وربما اكثر تطورا، لان كل طرف من الاطراف التي تقاتلت بالامس يعني سبق وان تقاتلوا في السابق. عندما تختلف المصالح في ليبيا عموما تذهب هذه الميليشيات الى الاحتكام للغه السلاح، حتى ولو كانت مشكلات شخصيه وليست مشكلات سياسيه بالمعنى المفهوم. يعني سبق خلال السنوات الاخيره وخلال الاشهر التي حتى يعني كانت قبل اندلاع هذه الازمه السياسيه بين وجود حكومتين في البلاد، كان هناك اشتباكات بين هذه الفصائل المسلحه المنفلته والخارجه عن يعني سلطه الدوله أكثر من مرة، وحدث هجوم بين الأحياء السكنية في الزاوية وفي العجيلات وفي أكثر من منطقة من المنطقة الغربية، وهي منطقة يعني مكتظة بالسكان ويعني فيها يعني مناطق حيوية، وكل الدولة مؤسسات الدولة الليبية موجودة في المناطق التي اندلع فيها الصراع بالأمس. الأطراف التي اشتركت في هذا الصراع هي أطراف يعني تابعة أو مؤيدة للحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد بيبا، والحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باش أغا، وبالتالي هذه المجموعات يعني تحولت لمجموعات وظيفية يعني كما يمكن أن نسميها، هي مجموعات يعني تقاتل تحت لواء من يعني يمولها او يدفع لها او يعني يعني تتلاقى مصالحها معه، وبالتالي وسط تبادل الاتهامات ما بين الطرفين بان كل منهما هو المسؤول فقط بالطبع. عن هذا يعني الجميع مسؤول عما حدث، وليس لا يمكن، وخصوصا الطرف المنتهي ولايته، لان هذا الطرف يعني كل المبررات القانونيه والدستوريه التي يبني عليها تواجده في منصبه يعني غير حقيقيه، وهي ولا يمكن يعني الاعتداد بها. اولا ان هذا الطرف انتهت ولايته وفق مجلس النواب ووفق حتى الاتفاق السياسي التي يعني الذي رعته بعثه الامم المتحده في جنيف، والذي كان في مطلع 2021. هذا الاتفاق كان بينص على ان هذه الحكومه يعني تجلس في منصبها سنه، ويمكن ان تمديد لها 6 أشهر فقط على ان تنتهي هذه المده بانتخابات رئاسيه وبرلمانيه. هذا لم يحدث، وانتهت المده وتم سحب الثقة من هذه الحكومة من قبل مجلس النواب، وهو السلطة الشرعية الموجودة في البلاد حتى وإن انتهت ولايته القانونية، ولكنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة في ليبيا. لا يوجد أي جهة ولا أي منصب في ليبيا منتخب حاليا إلا مجلس النواب، وبالتالي لابد أن يعود الأمر لمجلس النواب المنتخب، لأنه هو الجهة التي تعبر عن الجماهير الليبية حاليا. وبالتالي يعني الادعاءات او الحجج التي يقدمها السيد بيبا لبقائه في منصبه ليست حقيقيه، وهو كان سببا في عرقله الانتخابات التي يقول انه لن يسلم السلطه الا لحكومه منتخبه. اذا ما الهدف من هذه الاشتباكات الان؟ هذه الاشتباكات هو يعني يمكن ان نقول ان في ليبيا حاليا ما يمكن ان نسميه بتطلعات النخبه على المستوى السياسي، هذه النخبه تتطلع الى ان تبقى في مناصبها ولا يعني تحيد عنها، حتى وان كان هذا الامر مخالف لراي حوالي قرابة 3 ملايين ليبي تقدموا ببطاقات يعني وحصلوا على بطاقات اقتراع في الانتخابات التي كان يعني يفترض ان تجرى في ديسمبر الماضي. هؤلاء يعني رغم كل ما عانوه خلال السنوات الماضية من حروب ودمار وتدمير في يعني وتضييق على احوالهم المعيشية، تقدموا الى جهة تسمى المفوضية العليا للانتخابات وحصلوا على بطاقات تؤهلهم الى الادلاء باصواتهم في الانتخابات التي كان يفترض. يعني هذه القوة التي تتقاتل الآن يعني تنصب نفسها يعني ولية على الشعب الليبي، وترفض أن تتنازل عن نفوذها. هذه المجموعات المسلحة كونت نفوذا على مستوى السنوات الأخيرة، العشر سنوات الأخيرة كونت نفوذا كبيرا. يعني الغرب الليبي حاليا هو جزر مقطعة، يعني كل ميليشيا تتحكم في شارع أو في حي أو في مدينة، وإذا ما حدث ما يخالف مصالح هذه المجموعة يعني
تخرج الآليات العسكرية وتغلق بوابات المدن وتغلق الأحياء السكنية على من فيها، بل وتتقاتل هذه المجموعات بين الأحياء السكنية. وهذا رأيناه في بيان يعني هيئة الإسعاف الليبية بالأمس حينما ناشدت السكان في شوارع الجمهورية وشوارع الصور وغيرها من الشوارع التي كان يعني يندلع فيها اشتباكات، بأن تبتعد عن النوافذ وأن يعني وحتى الإسعاف التي طلبها السكان المدنيون لإسعافهم من جراء هذه الاشتباكات لم تستطيع الوصول إلى الضحايا وإلى المصابين بشكل كامل بسبب يعني تواجد الميليشيات والعناصر التي تتقاتل لصالحها وليس لصالح الشعب الليبي ولا للدولة الليبية ولا لمؤسساتها. نعم. كلمة أخرى يعني يمكن أن نقول عنها يعني تحت عبارة يمكن أن نقولها في هذا الصدد، أن الميليشيات المسلحة لا يمكن أن تبني دولا. صحيح. طيب أستاذ عبد الغني، هنا من يرى أن هذا الصراع وهذا القتال بين هذه الميليشيات ليس فقط بين فئة مناصرة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشا، ولكنها كما توصف تصفية حسابات بين أطراف أخرى أيضا ربما لا تظهر بوضوح في الصورة، يعني كيف ترى هذا الكلام؟ ربما لأن هذه الأطراف التي تتقاتل ليست مرتبطة يعني أعضاء يعني بجماعات سياسية في الداخل الليبي فقط، ولكنها ترتبط أيضا بمن يمولها ويوفر لها الغطاء السياسي بالخارج، وبالتالي هذه المجموعات لا تدافع عن مصالحها فقط، ولكن تدافع عن مصالح من تتلاقى معهم مصالحهم سواء في الداخل الليبي أو في الخارج الليبي. وبالطبع يمكن أن نصف هذه الاشتباكات بأن جزء منها هو تصفية حسابات بين هذه المجموعات، لأن هذه المجموعات اشتبكت فيما بينها حينما كانت تنطوي تحت يعني الحكومة السابقة التي كان يترأسها فائز السراج، واشتبكت قبل أن يخرج أو تخرج حكومة باشأغا للعلن وتكون جسم قانوني يعني أقره مجلس النواب. وبالتالي هذه المجموعات لا تحتاج إلى مشكلة سياسية لكي تشتبك، هذه المجموعات تشتبك مع بعضها يعني لأسباب شخصية. يعني المجموعة التي تسمى التي يقودها غنيوة الكيكلي تحديدا وتسمى قوات دعم الاستقرار، وهو اسم يعني على غير مسمى، هذه المجموعة سبق وأن مارست أعمال عنف وبلطجة وقتل ضد المدنيين الليبيين وضد مجموعات مسلحة أخرى في الأشهر الماضية، ولم تجد من يحاسبها. وحتى يعني هذه المجموعات طبعا يوفر لها السيد الدبيبة تمويلات ضخمة على يعني من ميزانية ليبيا ومن يعني أموال الشعب الليبي، وبالتالي هذه المجموعات يعني تحتكم إلى ترسانة من المصالح ومن الأموال لا يمكن تصورها، منها ما هو شرعي يأتي من خلال الحكومة ومنها ما هو غير شرعي يأتي من خلال الهجرة غير الشرعية ومجموعات الجريمة العابرة للحدود وطبعا وتوظيف المرتزقة سواء المرتزقة القادمين من المتوسط أو حتى القادمين من الجنوب الإفريقي، هناك حدود مفتوحة يعني لا تتمتع بأي تأمين ولا يعني ولا يمكن السيطرة عليها بسهولة نظرا لاتساع المساحة بشكل كبير وتدخلها مع أكثر من دولة، والدول الموجودة في الجنوب كلها تعاني من أزمات سياسية وعدم استقرار سواء في مالي أو في تشاد أو في غيرها من الدول على التي تنفتح على أفريقيا جنوب الصحراء. نعم. وجهة نظر أخرى أيضا من خلال دكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور محمد، يعني بعد التحية، كيف تتابع المشهد الليبي في اليومين الأخيرين بشكل عام، وما الهدف من هذه الاشتباكات ومن المسؤول عنها؟ يعني طبعا أهلا بحضرتك وبضيفك الكريم وبكل السادة المشاهدين. المشهد الليبي كما يعني يعلم الجميع مشهد معقد للغاية، القوى الخارجية لازالت تتلاعب ب يعني أنصارها على الأرض، للأسف الشديد أنه من يتصدرون المشهد السياسي يعملون بالوكالة لدى يعني قوة خارجية، القوة الخارجية يعني قوة تطمع في ثروات ليبيا، يعني تريد أن يستمر الوضع على ما هو عليه. نعلم جيدا أنه قوة العدوان التي مارست كل أشكال العدوان و
على ليبيا العربية منذ عام 2011، وقامت بإسقاط النظام الوطني الليبي لتدخل ليبيا في دوامة من يعني عدم الاستقرار وعدم وجود يعني حكومة شرعية وحيدة تقوم ب يعني حكم البلاد، عدم وجود يعني استقرار حقيقي بالداخل الليبي. كل هذا يساعد القوى الخارجية على استنزاف ثروات ليبيا العربية، وبالتالي أنا بشوف إنه حتى المجتمع الدولي الذي يعني تمثله الأمم المتحدة لا يعني لا يمكن أن يكون باحثا عن حل حقيقي، ولا حتى وسيلة حقيقية لدي وسائل حقيقية وأدوات حقيقية لتحقيق الاستقرار بالداخل الليبي وإنهاء الأزمة الليبية. الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل إلا من خلال الليبيين أنفسهم عبر مصالحة وطنية حقيقية لكل الفرقاء الليبيين الذين يؤمنون بليبيا الموحدة، يؤمنون بالوطن الليبي، يؤمنون بمصلحة الشعب الليبي دون العمل لصالح أجندات خارجية. ثم بعد هذه المصالحة الوطنية يمكن أن يكون هناك جيش وطني ليبي موحد يستطيع أن يواجه المجموعات المسلحة والجماعات التي تعمل لخدمة المشروع الخارجي، وبعد كده يمكننا أن نذهب إلى حل سياسي ونذهب إلى بناء مؤسسات الدولة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية. هذا هو المسار الطبيعي. نعم دكتور محمد، وهذا بالطبع ما دعت إليه مصر وتدعو إليه دائما، أن يكون هناك حل ليبي، وهذا ما عبر عنه بيان وزارة الخارجية اليوم بعد هذه الاشتباكات، دعوة إلى الحوار، تغليب لغة الحوار، وقف العنف حقنا للدماء، ووجود حل ليبي. ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في هذا التوقيت، وهي دائما ما يعني تدعم الشقيقة ليبيا سواء في تغليب لغة الحوار، التوصل إلى يعني حل سلمي بين كل الأطراف، وأيضا التنمية وما بعد الصراعات وإعادة الإعمار؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تضيفه مصر أيضا في هذا التوقيت؟ يعني مصر طبعا هي رمانة الميزان، ولا يمكن أن يكون هناك حلا للأزمة الليبية بعيدا عن مصر. لابد أن تكون مصر هي يعني الحاضنة للمصالحة الوطنية، يعني المصالحة الوطنية التي هي بداية حل الأزمة الليبية، ويعني مصالحة ما بين كل الفرقاء الليبيين دون استبعاد أي قوة ودون استبعاد أي يعني من المكونات السياسية والاجتماعية للشعب الليبي. أنا أعتقد أنه مصر وتونس والجزائر والمغرب دول الجوار ومعها بعض الدول الإفريقية يعني المداخمة لليبيا، أنا أعتقد أن هم فقط من لهم حق التدخل ومن لهم حق يعني لم الشمل الليبي. أما القوى الأخرى، لأنه خلينا نؤكد على أن كل المحيطين بليبيا جغرافيا متضررين وأنهم القوم متضرر، عشان كده مصر يعني لم تترك ليبيا العربية يوما واحدا منذ بداية الأزمة في 2000 وبداية العدوان على ليبيا في 2011 وحتى اليوم، حتى في عز الأزمة في مصر وحين كانت مصر بالفعل مأزومة ويعني جماعة إرهابية تتصدر المشهد في مصر، مصر لم تترك ليبيا العربية، والجيش المصري وقيادته لم يترك ليبيا العربية، لأنهم يدركوا إدراكا حقيقيا أن ليبيا هي الامتداد الطبيعي للأمن القومي المصري. وبالتالي الدور المصري دور فعال للغاية، الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي وضع الخطوط الحمراء للتدخل التركي السافر في الشأن الليبي حين قال أن خط جفرة سرت خط أحمر، وأكد على أن ليبيا مصر لا يمكن أن تترك ليبيا، ومصر تسعى بكل جهدها لحل الأزمة الليبية والوصول لحل حقيقي لهذه الأزمة عبر مصالحة وطنية وعبر دعم حقيقي للجيش الوطني الليبي. لابد أن يكون هناك جيشا واحدا، جيشا مسلحا هو الذي من حقه أن يحمل السلاح كي يواجه هذه الميليشيات المسلحة، لأن هذه الميليشيات المسلحة لن تترك السلاح طواعية، وبالتالي لابد من مواجهة حقيقية مع هذه الميليشيات المسلحة، لكن من خلال مواجهة مع جيش وطني ليبي موحد هو الذي يستطيع أن يقوم بهذه المهمة.
ثم بعد ذلك يأتي الحل السياسي وتأتي بناء مؤسسات الدولة عبر دستور للبلاد، ثم بعد ذلك انتخابات يعني برلمانية ورئاسية، ثم تستقر الدولة الليبية. نعم دكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نرجع لحضرتك مرة تانية أستاذ عبد الغني، وزي ما بيتحدث دكتور محمد سيد أحمد أنه الحوار هو السبيل للخروج من هذه الأزمة، ولابد أن يكون كما تؤكد مصر يعني الحوار والحل ليبي ليبي. إمكانية أن يكون هناك حوار في المستقبل القريب في ليبيا في ظل هذه الظروف والتطورات والقتال الأخير، كيف تراها بوجهة نظر؟ يعني الواقع في ليبيا ليس يعني أكثر تعقيدا من أزمات إفريقية أخرى كما كان في رواندا على سبيل المثال يعني، وبالتالي يعني ليبيا لا تزال هناك الفرص أو الفرصة سانحة لإجراء مصالحة وطنية حقيقية، ولكن هذه المصالحة لابد أن يعني تكون مؤرخة ومجدولة بشكل دقيق، ولا تكون يعني مفتوحة ولا يعني مهلهلة كما حدث في المراحل الانتقالية التي تم بناؤها على مدار الفترة الأخيرة. هناك 6 مراحل انتقالية تم وضعها خلال السنوات الأخيرة وكلها فشلت، لأن الأساس التي أقيمت عليه هذه المراحل الانتقالية كان أساسا ضعيفا، وكان أساسا يفضي بالنهاية يعني وفق نظريات العلوم السياسية هو يفضي في النهاية إلى الفشل، لأنها كانت مراحل قصيرة. لماذا تقصد مهلهلة أو ضعيفة؟ يعني مراحل انتقالية يعني الحوار يعني كيف كان غير مجدي او الحوار كان غير مجدي لانه كان غير ملزم للاطراف المشاركه فيه، كان المجتمع الدولي يقف متفرجا كما يفعل الان في ازمه الاشتباكات الاخيره في طرابلس. المجتمع الدولي هو سبب رئيسي في هذا الامر، هو سبب رئيسي في تفاقم ويعني وزياده نفوذ هذه الميليشيات وسيطرتها على الغرب الليبي. هو لا يدين هذه الافعال الا بعبارات يعني مجرد عبارات انشائيه لا يمكن ان تقبل على المستوى الدولي ولا على المستوى القانوني الدولي الانساني. هذا يعني نريد دور فعال للبعثه الامميه يكون باحاله المتسببين في قتل الليبيين وضياع ثرواتهم الى المحكمه الجنائيه الدوليه. نريد يعني اجراءات حقيقيه، نريد مصالحه وطنيه يعني تبنى بخطوات طويله الامد وليست قصيره الاجل، لان يعني اي مصالحه وطنيه ستبنى قصيره الاجل ستكون يعني نتائجها كارثيه كما يحدث الان. يعني سنخلق جسم جديد يتشبث بالسلطه وبالمنصب ويتبنى مجموعات مسلحه تدافع عنه مقابل ما يغدق عليه من اموال كما حدث الان. وبالتالي اي مصالحه وطنيه واي حوار سياسي يجب ان ينطلق في ليبيا يجب ان يكون طويل الامد. طويل الامد بمعنى انه يتضمن مصالحه وطنيه حقيقيه تشتمل على عمليه جبر الضرر، إعادة المهجرين، إحالة المتهمين بإراقة دماء الليبيين للمحاكم الليبية، يعني تعويض المصابين والقتلى. وبالتالي يمكن أن ننظر في أمر من يحال للقضاء بشكل ما من خلال السلطة التي تنتخب فيما بعد. والأمر الآخر هو إعادة تشكيل مؤسسات الدولة الليبية وخصوصا 3 مؤسسات، المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة المالية. هذه المؤسسات الثلاث لا يمكن القبول لأنها تكون مجزأة وتكون يعني طرف يدعمه المجتمع الدولي وهو غير مدعوم من قبل مجلس النواب، وطرف آخر يدعمه مجلس النواب الممثل للليبيين، ويعني وتصبح البلاد فيها يعني ثنائية حكومية أو ثنائية في الإدارة. وبالتالي يعني أي مصالحة وطنية لابد أن تتضمن هذه الشروط. ثم نذهب لملف الأمني. الملف الأمني هناك خطوات معروفة ومجربة وثبت نجاحها بإعادة إدماج المسلحين الخارجين عن سلطة الدولة الآن. من يستطيع منهم حمل السلاح بموجب القانون الليبي وما تنظمه الكليات العسكرية والشرطية الليبية يمكن أن ينضم للمؤسسات الأمنية والشرطية، والذي لا يستطيع ذلك وغير مؤهل لهذا الأمر من غير المحكومين أو المطلوبين للقانون يمكن أن يحال الأجهزة الإدارية ويعمل في وظائف إدارية، وأعتقد أن الدولة تستوعب ذلك حتى نبدأ على يعني مرحلة جديدة نكون فيها إعادة إعمار ويكون فيها عودة المهجرين الموجودين سواء في خارج ليبيا أو في الداخل الليبي. هناك مهجرين في الخارج
لا يستطيعون العودة إلى ديارهم وهناك مهجرين في الداخل. نعم، طيب أستاذ عبد الغني، يعني هناك بالفعل دعوات أممية للتهدئة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعني يعرب عن قلقه ويدعو جميع الأطراف إلى التهدئة لاستقرار الوضع في ليبيا. ما الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة أو الدور الأممي في ليبيا في الفترة القادمة، وهل يمكن أن يكون ضمانة للعودة للطريق الصحيح، طريق المفاوضات، الطريق السلمي، حل ليبي؟ بكل تأكيد الأمم المتحدة لديها أوراق يمكن أن تلعبها في ليبيا وتستخدمها للضغط على الأطراف المشاركة في هذا العبث الأمني والتدهور. كيف يمكن أن تضغط على هذه الأطراف؟ يمكن أن تضغط في شرط واحد، إذا توفرت الإرادة الدولية لذلك. هناك انقسام في مجلس الأمن الدولي، هذا الانقسام يعني يعود تباعا على الأزمة في ليبيا. هناك رفض لتعيين مبعوث جديد للبعثة الأممية وقائد جديد لهذه البعثة بعدما فشل أكثر من شخصية تم تعيينها خلال السنوات الأخيرة، كانت اخرهم السيده ستيفاني ويلمز. وكانت ستيفاني كان يعني هناك اعتراضات عليها من قبل موسكو التي ترى انها تنفذ المصالح الامريكيه في ليبيا، وهذا اتهام خطير لمبعوث يفترض انه جاء لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبيه. وبالتالي لا نريد ان يعني يعود المشهد المنقسم داخل مجلس النواب حاليا، داخل مجلس الامن حاليا، بين المجتمع الدولي او قاده المجتمع الدولي الخمسه الكبار في مجلس الامن على الازمه الليبيه، لان هذا هو الذي تسبب في يعني ان يكون لكل طرف من هؤلاء الموجودين في مجلس الامن مجموعه في الداخل تعبر عن مصالحه ولا تعبر عن مصالح الليبيين. وبالتالي يعني ساعود الى ما قاله الدكتور محمد في المداخله، وان الحل في ليبيا يجب ان يكون حلا ليبيا مدعوم باطراف عربيه وافريقيه، لأن هذه الأطراف هي المتضرر الأول من هذا الانفلات الأمني وغياب الدولة الليبية. نعم، أيضا وجهة نظر أخرى. أستاذ محمد فتحي الشريف الباحث في الشؤون الليبية انضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ محمد، بعد التحية نتحدث عن الدور الأممي في الوضع في ليبيا الآن، ماذا يمكن أن تقدم الأمم المتحدة وهي التي أعربت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استعدادها لبدء المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تهدد بشكل متزايد الاستقرار في ليبيا؟ ما الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة هذه المرة ويكون ملزم وفاعل في اتجاه حل الأزمة الليبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وبكل مشاهدينك الكرام وبضيف حضرتك الكريم الأستاذ عبد الغني دياب. طبعا في البداية أنا أعتقد أن يعني دور الأمم المتحدة في ليبيا لم يكن على المستوى المأمول. الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي هم من تسبب في كل الإشكاليات الحالية في ليبيا. كان الأمم المتحدة دور مهم في العملية السياسية، ولكنها رفضت أن يكون هذا الدور إيجابي وفي صالح الشعب الليبي وفي صالح العملية السياسية. فعندما يعني انتهت فترة عبد الحميد الدبيبة وكان هناك تغيير المسار السياسي من خلال مجلس النواب الذي غير المسار السياسي قبل انتهاء فترته بشهرين أو 3 أشهر أعتقد من مارس أو حتى يونيو، فبالتالي الأمم المتحدة لم تقول كلمتها ولم تؤكد على شرعية فتح بشأغة. في نفس الوقت لم ترفض استمرار عبد الحميد الدبيبة الذي أصر على البقاء رغم انتهاء ولاية مدته، وبالتالي كانت هناك دور سلبي للأمم المتحدة والمجلس الأمن. وعندما نتحدث عن الدور الإيجابي لهم سواء على مستوى البعثة الأممية أو غيرها، أعتقد أن البعثة الأممية هي من تسببت في هذا المشهد الحادث وهذا الاقتتال الذي حدث في الفترة الأخيرة، لأنها كانت تدرك جيدا أنها عندما تركت الحبل على الغرب للميليشيات الإجرامية بهذه الوضعية والتدخلات الخارجية في الغرب الليبي، جعلت الميليشيات يعني على المحك وعلى الانفجار، وبالتالي كانت هناك الاشتباكات التي لم يكن سببها وجود الحكومتين، بل كانت مناوشات بين الأطراف المتصارعة على السيطرة وعلى التمركز وعلى التموضع. وخاصة أن عبد الحميد الدبيبة في الفترة الأخيرة حشد عدد كبير جدا من الميليشيات ومولهم وأنشأ عدد كبير جدا من الميليشيات، على الرغم من ان المجلس الرئاسي والسيد محمد الملف رئيس المجلس الرئاسي اصدر قرارا بحل كل هذه التشكيلات المسلحه. وبالتالي يبقى الوضع في ليبيا
هو نتاج ما قامت به الأمم المتحدة وما قامت به البعثات الأممية على مدار الفترات الماضية. إذن أستاذ محمد، يعني كيف يمكن الخروج من هذا الموقف المتأزم وهذا المأزق السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ أشهر، ويعني وصل إلى ذروته في الاشتباكات المسلحة ليلة الجمعة والأمس يوم السبت؟ الخروج من المأزق يعني يتطلب جهد كبير، وخاصة في ظل الأحداث الأخيرة، لأن الخروج من المأزق الليبي والعودة إلى المسار السياسي الذي تعطل وتم توقيفه من خلال مجلس الدولة خالد المشري الذي تعند في القاعدة الدستورية، الذي تعند في قانون الانتخابات، الذي أيضا بالإضافة إلى عبد الحميد الدبيبة ومن يقف وراءه والذين خلقوا القوى القاهرة في 24 ديسمبر والتي أوقفت إجراء الانتخابات، وهي العملية التي كان يريد الليبيين أن يذهبوا إليها من خلال جهات شرعية. فبالتالي كل هذه العراقيل وكل هذه الأمور التي عطلت استمرار المسار السياسي في ليبيا تؤكد بما لا داعي مجال للشك على أن معالجة هذه الأمور أصبحت الآن صعبة، وخاصة أن الصراع اندلع بشكل كبير جدا، وأن هناك يعني عبد الحميد الدبيبة يؤكد اليوم أنه انتصر على يعني بعض المجموعات المسلحة، رغم أنه يدرك جيدا أن هناك 31 مدني من الليبيين تم قتلهم، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من المصابين تجاوز 159. فبالتالي عندما يتحدث رئيس الحكومة على انتصار على حساب المدنيين وعلى حساب المواطنين العزل، فأعتقد أن هذا أمر عبثي يضاف إلى سجل العبث الذي تقدم به عبد الحميد الدبيبة منذ أن جاء إلى السلطة، لأنه عندما جاء إلى السلطة كان لديه فرصة ذهبية أن يوحد المؤسسات وأن يكون محايدا وأن يكون مرحلة انتقالية بين الجميع، ولكنه من البداية نصب الجيش الوطني الليبي العداء، ثم نصب المشير خليفة حفتر شخصيا وسيف الإسلام معمر القذافي وغيره من الذين ترشحوا، بالإضافة إلى أنه أقدم على خطوة خالف فيها الاتفاق السياسي وترشح، ومع ذلك لم يتحدث أحد عن الخروقات والأفعيل التي قام بها عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى أن فتحي بشاغة تأخر كثيرا جدا في الدخول إلى العاصمة طرابلس، واليوم يدفع ثمن هذا التأخر. وبالتالي نقول أن المشهد في ليبيا أصبح ملتهب أكثر من الأول، والمعالجات يعني أنا أستغرب من حديث نجلاء المنقوش الذي تحدث عن إجراء الانتخابات في ظل هذا المشهد الدموي الذي خلف ضحايا من المدنيين، عندما تقول أنها اليوم يجب أن يتم إجراء الانتخابات في أقرب فرصة، لأن الانتخابات تحتاج إلى مرحلة تمهيدية وتحتاج إلى تفكيك الميليشيات وتحتاج إلى ما نعم. أستاذ محمد، يعني سريعا وأخيرا برأيك، إذا كنت ترى كما تحدثت في البداية أن البعثة الأممية هي المسؤولة عن تصاعد المشهد لهذا العنف ويعني تناحر الأطراف المختلفة في ليبيا الآن، فمن هو الطرف الذي يستطيع أن يضغط على الجميع للعودة مرة أخرى إلى حل سلمي، إلى توقف القتال حقنا للدماء؟ يعني الطرف الذي يستطيع أن يضغط إذا تم خلصت النوايا هو لجنة 5+5 التي يعني وكلت بتوحيد المؤسسة العسكرية، وأن يكون هناك توافق حقيقي بين قوات مسلحة نظامية تستطيع أن تنزع سلاح الميليشيات والمجموعات المسلحة بقوة. نعم، أستاذ محمد فتحي الشريف الباحث في الشؤون الليبية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، ونعود لك مرة أخرى أستاذ عبد الغني لو لك تعليق على ما قاله أو ما تحدث به أستاذ محمد فتحي عبر الهاتف. يعني نريد أن نشدد على فكرة دعم لجنة 5+5 أو اللجنة العسكرية التي تشرف على توحيد المؤسسة العسكرية، نجاح هذه اللجنة هو مرهون به عودة الدولة الليبية مرة أخرى. الدولة الليبية حاليا تعاني من فشل ذريع، الدولة لا يوجد دولة ليبية حقيقية، الدولة الليبية أصبحت فاقدة لأركانها الخمسة التي يعرفها علم السياسة لفكرة الدولة. الدولة الليبية لا تحتفظ حاليا إلا ببند الاعتراف الدولي، وبالتالي لابد من عودة السلطة إلى مؤسسات الدولة فقط، أن تحتكر مؤسسة الجيش والشرطة الليبية حمل السلاح فقط بما يعني ينظمه القانون. هذا الأمر لا يمكن إلا عبر توحيد المؤسسة العسكرية ودمج الميليشيات المسلحة أو تفكيكها وإحالة المتورطين في قتل الليبيين إلى المحاكمات. الأمر الآخر لابد من يعني أن تفعل البعثة الأممية والمجتمع الدولي دورها، لأنها هي التي جاءت بعبد الحميد دبيبة وفق الاتفاق الذي تم في جنيف، وهي التي كانت مسؤولة وفق هذا الاتفاق عن خروج المرتزقة و يعني تفكيك هذه المجموعات المسلحة، وكان هناك يعني الاتفاق الذي حدث بهدنة عسكرية
وقف للحرب التي كانت موجودة بين الجيش الوطني والمجموعات المسلحة في الغرب، كان هناك اتفاق مؤرخ بخروج المجموعات المسلحة والمرتزقة في غضون 90 يوم، ولكن هذا الأمر لم يتم. يعني لابد من تفكيك المجموعات المسلحة الموجودة في الغرب الليبي ودعم الجهات النظامية سواء في الغرب أو في الشرق من بقايا المؤسسة العسكرية في الغرب والمؤسسة العسكرية الموجودة في الشرق لكي تعود ليبيا تحكمها مؤسسة عسكرية واحدة. هذا الأمر هو بداية الحل في ليبيا، وهذا الأمر هو يعني بداية الاستقرار الدائم في ليبيا وليس الاستقرار المرحلي أو الاستقرار القصير الأمد الذي يعني لأنه لا يمكن أن تجرى انتخابات حاليا كما يطالب رئيس الحكومة، وهناك ميليشيات ترفض العملية السياسية. لو جاءت الانتخابات على عكس ما تراه هذه المجموعات المسلحة سيكون ما حدث بالأمس هو الذي سيحدث وقتها، ستكون يعني وهذا حدث في الانتخابات التي كانت ستجرى في ديسمبر. هذه المجموعات هاجمت مقرات الانتخابات وهاجمت وفرضت ما سمته المفوضية العليا للانتخابات القوى القاهرة، وبالتالي تعطلت الانتخابات وتعطلت العملية السياسية، وكان يعني كان يفترض الآن أن هناك حكومة ليبية جديدة، حكومة منتخبة. طيب بالحديث عن الانتخابات، هذا يقودنا إلى رأي يرى في تحليل هذه الاشتباكات التي جرت اليومين الأخيرين بأن الهدف منها هو الضغط على مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق حول باقي المواد الخاصة بالانتخابات والتي لم يتم التوافق بشأنها حتى الآن. كيف ترى هذه القاعدة الدستورية؟ تم الاتفاق عليها، وكان هناك اجتماعات عقدت في القاهرة على مدار 3 أشهر ما بين مايو ويونيو ويوليو. هذه الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على قرابة 95% من القاعدة الدستورية الليبية، ولكن هناك يعني بعض البنود المتعلقة بالترشح وخصوصا ترشح للانتخابات الرئاسية، ويعني شروط الترشح وشروط التصويت الخاصة بالعسكريين والمدنيين وما إلى ذلك. هذه البنود هي نفسها التي أفسدت الانتخابات السابقة. هناك قوة سياسية أو مجموعة سياسية هي يعني مؤيدة أو موالية لجماعة الإخوان الإرهابية في الغرب الليبي، هذه المجموعة ترفض أن ينافسها أحد على المناصب السياسية الرئيسية في ليبيا، خصوصا منصب رئيس الدولة. هذه المجموعات تحاول أن تضع قوانين مفصلة لإبعاد أي مرشح ربما ينافسها في المستقبل. هذه المجموعات ترفض أن يترشح كل من له شعبية، يعني حتى لو افترضنا أن من يتمتعون بالشعبية الذين كانوا مرشحين في ديسمبر الماضي من بينهم المشير حفتر و يعني سيف الإسلام معمر القذافي وغيرهم من المرشحين ممن يمتلكون شعبية سواء في شرق أو غرب ليبيا، لو ترشح أحد الوطنيين في الانتخابات المقبلة هذه المجموعات ستنقلب عليه قبل إجراء الانتخابات، لأنها لأنها مستفيدة من الوضع الحالي. هذه المجموعات كما قلنا هي مجموعات وظيفية. إذن هي متورطة في هذا المشهد بالطبع. هذه المجموعات هي المسؤولة عن ما يحدث الآن. هذه المجموعات مستفيدة بشكل كبير. هناك يعني عندما تمت إقالة رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنعالله قال إنه سلم حكومة الدبيبة أكثر من 150 مليار دينار ليبي، والمفترض أن الميزانية التي رفضت من مجلس النواب كانت لا تتعدى 100 مليار دينار، وبالتالي هناك إنفاق اصلا اكبر من مما طلبته هذه الحكومه، وكله لم يعني يتوجه الى للبنيه التحتيه ولا المشروعات. يعني المشروعات التي تم تنفيذها في ولايه دبيبة يعني اكبرها رصف شارع مثلا او ما الى ذلك، وبالتالي هناك ازمه في الكهرباء، ازمه في الوقود، ازمه في المواصلات وما الى ذلك، وهذا يعني بالقياس الى حجم الانفاق وحجم الموارد التي يعني تدخل خزينة الدولة هي يعني رقم ضخم. هناك تقرير صدر عن إحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة في 2021 كان يقدر حجم الإنفاق على الجهود العسكرية في ليبيا بقرابة 750 مليار دولار، وهذا الرقم مرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة إذا ما استمر هذا الانقسام. وبالتالي يعني يجب أن نفهم أن ميزانية ليبيا لمدة 10 سنوات تم إنفاقها على الحروب بين هذه الميليشيات. هذه الميليشيات تسيطر على موارد الدولة أكيد، وتنفق موارد الدولة في التسليح وقتال بعضها البعض. صحيح، يعني نتمنى بالطبع أن تستقر الأمور في ليبيا قريبا، وأن يكون هناك بالطبع حل ليبي يقود الدولة إلى أن تكون لها مؤسسات انتخابات رئاسة ومؤسسات ليبية مختلفة. أستاذ عبد الغني دياب مدير وحدة الدراسات بمركز العرب، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من برنامج المشهد، نشكركم أيضا على المتابعة، وغدا يتجدد اللقاء، مشهد جديد وفريق عمل جديد، إلى اللقاء.